بذكر حضرتك مجلس النواب وان مجلس الشيوخ مهم علشان تخفيف يعني الاعباء على مجلس النواب، معانا دلوقتي احد اعضاء مجلس النواب هو النائب ابراهيم نظير عضو لجنه الخطه والموازنه بمجلس النواب. صباح الخير يا فندم. صباح الخير يا فندم. يعني كنا بنتكلم انا وضيفي الكريم استاذ عادل السنهوري مدير تحرير جريده اليوم السابع عن اهميه مجلس الشيوخ بالنسبه لمجلس النواب، وحضرتك باعتبارك عضو لجنه الموازنه والخطه في مجلس النواب شايف اهميه وجود وانعقاد مجلس الشيوخ في هذا الوقت تحديدا لحضراتكم كاعضاء مجلس نواب. هو يعني تحيات لحضرتك والاستاذ الصحفي الكريم ومشاهدين القناه الافاضل. هو طبعا مبدئيا احنا يعني تأييدنا الكامل للدولة. أكيد. استحقاق الدستوري بتاع مجلس الشيوخ حضرتك ده مهم، وانا طبعا من خلال ثورة 30 يونيو اللي كانت واعطت الشعب المصري حقه في التعبير وانتجت واثمرت هذا هذه القياده السياسيه وهذه الرؤيه العالميه اللي احنا يعني احنا سافرنا امريكا وشفنا مدى احترام العالم للفكر المصري والاداء المصري. من الباب ده حضرتك احنا مهتمين ومحتاجين ان يبقى في غرفه ثانيه اللي هي مجلس الشيوخ طبقا طبعا للاستحقاقات الدستوريه دي نمره واحد، وعشان برضو الدوله محتاجه دلوقتي ان الشعب المصري يعبر عن رايه دون ضغوط يطلعوا، بس انا بدا الناس انها تطلع طبعا من خلال برنامج كريم ويؤدوا دورهم الوطني تجاه بلدهم، لان احنا البلد محاطه بمجموعه وكم من المشاكل والمؤامرات في نفس الوقت اللي لم نكن مصحصحين ليها احنا كشعب، والشعب بيصد الجيش والجيش مع الشعب، فاحنا عايزين ان مصر يعني تحقق للشعب المصري الثبات والاستقرار، وان احنا نقف واجه المؤامرات دي من خلال المؤسسات الدستوريه اللي منها مجلس الشيوخ واللي منها مجلس النواب طبعا القادم والحالي، وانا طبعا من خلال برنامج بدعو جميع طوائف الشعب المصري للمشاركه الفعاله والايجابيه في الوقوف بجانب القياده السياسيه وبجانب مصر. بشكرك شكرا جزيلا سياده النائب ابراهيم نظير عضو لجنه الخطه والموازنه بمجلس النواب.